الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. تتفرق بعض الغيوم خلال ساعات نهار اليوم في العاصمة عمان مع 26 درجة مئوية، الملموس أقل بقليل حوالي 25 درجة مئوية، الرطوبة عالية حوالي 90%، والرياح تكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطات أسرع. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله نهار اليوم في باقي مناطق المملكة. نبدأ شمالا، إربد تفرق لبعض الغيوم 28 إلى 17، المفرق 29 إلى 17، جرش 28 إلى 15، وعجلون 26 إلى 15. المنطقة الوسطى السلط 28 إلى 17، مأدبة 26 إلى 14، عمان 26 إلى 16، الزرقاء 29 إلى 18، والبحر الميت 33 إلى 22. المنطقة الجنوبية الكرك 24 إلى 14، الطفيلة 25 إلى 15، الشوبك 24 إلى 15، معان 31 إلى 18، والعقبة 34 إلى 24. المنطقة الشرقية الأزرق طقس صافي 33 إلى 17، الصفاوي 34 إلى 16، ورويشت 35 إلى 20. إلى اللقاء.